السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. شغل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. جزاكم الله خير. وياك. سؤال: امرأة تبلغ من العمر 40 سنة مثلا، فتزوجت زواجا شرعيا بدون إذن الأب لأنه يمتنع عن تزويجها، وتزوجت بإذن ابنها، كان وليها ابنها، وعقدت الزواج على هذا، فهل هذا الزواج صحيحا؟ هي امتنعت عن أن يكون وليها أبوها لأن أبوها لا يريد تزويجها إلا برجل يكون غنيا أو حالته المادية كثيرة، يصرف عليها وينفق عليها كثيرا، وهي لا تجد ذلك فردت بالموجود وخلاص وتزوجت هذا. مش فاهم والله يا ابتلي. ما السؤال؟ مش فاهم السؤال. انها تزوجت موجود وليها ابوها، وتزوجت باذن ابنها، كان وليها ابنها وليس ابوها، وابوها موافق لا يعلم بالزواج. خلاص ابنها ولي. كم عمر الولد؟ 18 سنة. الزواج صحيح. الزواج صحيح. بارك الله لكم يا أخ محمد المرشد. السلام عليكم. عليكم. الله يبارك فيك. تفضل. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي اتكتب كتابي وحصل ما بيني وبين زوجي خلاف وكده، وقال لي، وهو قال لي صور عندي، يعني صور عادية يعني بيني وبينه، بس اتصل عليا وقال لي إذا ما مسحتش الصور يعني قبل الساعة 12 هتكوني طالق. بعد كده اتصل عليا تاني قبل الساعة 12 وقال لي إذا ما مسحتيش الصور هتكوني طلق بالثلاثة. فده يحسب طلقة ولا هو يقصد الطلاق ولا يقصد التهديد ولا إيه؟ هو قال إن نيته التهديد. مسحت الصور أو ما مسحتها؟ أنا مسحتهم قبل الساعة 12، لكن في برامج بينزل عليها الصور برضو، أنا مسحتها من عليه بس مسحت البرنامج كله، بتنزل كده في صالة المحظوظات. يعني انا قدرت ارجعها بعد الساعه 12 مثلا لما احنا اتصلنا. حذفتي قدر ما استطعتي. نعم. حذفتي قدر ما تستطيعين. نعم، يعني انا مسحت كل الصور اللي هو قال لي عليها قبل الساعه 12، لكن هو كانت نيته ان هو الصور ما اعرفش. خلاص مالناش دخل بقى بنيتي الان. هو الان قال لك امسح الصور قبل الساعه 12، وعلى ما فهمتي مسحتيها. نعم. خلاص ما في شيء. ان اراد ان يحتاط يكفر كفاره يمين. السلام عليكم. بارك الله فيك يا اخ سعيد. جزاكم الله خير يا عائشة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ من فضل. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، كان عندنا شقة في عمارة، و اضطرينا ان احنا نبيعها لصاحب البيت تاني، يعني اللي اشتريتوها منه. اللي اشتريناها منه. هو عرض علينا ان هو يعطينا رقم 450 الف جنيه من سنة ونص، بحيث ان هو يبقى مبلغ، هيبقى 150 الف. رفضنا.
فنزل السعر شوية مقابل انه يدينا فلوس نكاش. كلها عروض. تمام. وافقنا على العرض، دفع لنا 300,000 وبعدين 50 في 30 وتوقف. طب كان المبلغ كم يعني؟ عفوا اتفضل، كان المبلغ كم؟ الشقه بكم؟ المبلغ 400 يعني، هو تبقى عنده من ال 400 وكسوره. انا الحدث بقى له سنه ونص، هو بقى عنده 50,000 من سنه ونص. ايوه. وما خدش مننا اي اوراق، يعني احنا ما زلنا ملاك الشقه. حدد وقت للتسليم؟ لا تسليم المبلغ؟ ايوه. نقدا. قال نقدا. نقدا. احنا قابلنا منه ال 300 على اساس ان خلال مثلا اسبوع اتنين شهر نكون استلمنا بقى الفلوس. ايوه. احنا بقالنا سنه ونص بنتصل عليه ما بيردش علينا. موجود يعني ولا اتحبس ولا ايه؟ لا موجود، موجود وعنده عماير واطيان بس هو يعني خلاص بقى، هو كده كده حط ايده على الشقه فقال لك خلاص براحتك. هو تسلم، هو جاي بعد سنه ونص عاوز يدفع ال 50. هو تسلمها الان؟ هو من ساعتها وهو متسلمها لانه صاحب البرج اصلا. ايوه. بس العقد باسمنا حتى الان ومعانا صحه التنفيذ عليه وهي ملك لنا اصلا. فهو النهارده بيرجع عاوز يدفع ال 50 بعد سنه ونص. لا 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 لا، لا بد من عقوبه تعزيريه. ده بيع ليس هذا بيع وليس قرضا. أيوة. بيع وليس قرضا. ايوه. هو برضه سامحني يا شيخ، سامحني لو هطيل سنه بس معلش. اياميها يعني في شهر 3/2022 كان الذهب خلاص، ما كانش ذهب ولا كان ذهب، دي قضيه تسمع من الطرفين. واحد من يعزل حكام يدخلون يحكمون بينكم يحكمون، لكن هذا طب البيع القديم لا، ده حكام يدخلوا يحكموا بينكم، حكام من اهل الاختصاص من المهنه. وإن خدت زائدا ما عليك مشكلة، لأن دي ما هي قرض أصلا. ليس بقرض. لا لا، ده بيع، عقد بيع أخل هو بالشرط. نعم. عقد بيع أخل هو بالشرط. لي أنا أتمسك بسعر اليوم مثلا. لك تمسك ما يحكم به أهل العرف. على قضاء أهل العرف في هذه المسألة. نعم، جزاكم الله. وإياك. بارك الله فيك يا أحمد يحيى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار فضيلتك يا مولانا؟ طيب الحمد لله. باذن فضيلتك يا مولانا، انا شاب ملتحي ومجبر على السفر بعد بكره ان شاء الله، ولكن ابي وامي يريدان مني حلق لحيتي خشيه الامن. مقبل على ايه؟ نعم. انت تقول مقبل على ماذا؟ على سفر ان شاء الله. لدوله اخرى. نعم. يخشون علي الامن في المطار، وخاصه ان هناك اناس من اقاربي معروفون لدى الامن، وابي اخذ جواز سفري وقال لي لن تسافر حتى تحلق لحيتك. هو اخذ جواز سفر، انا من ليه؟ خلاص انت مضطر الان. الشايب خذ جواز سفرك وقال لك ما انت مسافر الا متعلق لحيتك. الامر لله، خلاص مضطر. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش يا شيخ، انا لسه مكلمه حضرتك تبع الصور دلوقتي. هو قال لي ان هو نيته ما كانتش تهديد، كانت نيه طلاق، فهي تقع واحده ولا تقع ثلاثه؟ لا واحده. ان وقعت تقع، بس ان وقعت اذا كان هيوقعها هتكون واحده بس لا تحل له الان الا بعد. هو ليس الان زوجك، لان تدخلي قبل الدخول. يعني اذا كان نيته طلاق فهي تقع واحده بس ما تقعش ثلاثه زي ما هو قال، تبقي طلق دي. ايوه بس انت الان مش زوجته. نعم. لانك مالكيش عده. ايوه. لازم يكتب الكتاب من جديد، ولكن نصف الصداق القديم. فانا ارجو انه ابوك يؤدبه. انت ابني طلقت ابنتنا، خلاص هي ليست زوجتك. تعال هنا، لها نصف الصداق. لها نصف الصداق. اتفقتم على صداق ام لم تتفقوا؟ اتفقنا. خلاص لك نصف الصداق، وان شئت رجعت له وان شئت رفضتيه. ادبوه. فاهم كلامي؟ ايوه فاهم. يعني انت الان على كلامه هو لست بزوجته. زرفت كلامنا. ده طالما نيته طلاق. هو انت بتقول نيته طلاق، هو بيقول لا نيته طلاق. خلاص يا عمي، انت على راي الجمهور طلقت، على راي الجمهور لست لك بزوجه، لي نصف الصداق السابق.
هذا كلام الله سبحانه قال: وان طلقتمون من قبل ان تمسوهن فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تقول لي انا عايز نص الصداق السابق، الصداق المتفق عليه، وانا مش عايزاك دلوقتي، خلاص عايزاك دلوقتي انت حرة. وان طلقتمون من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قولي له كده. لا يؤدبوا، كل كلمة عليهم الطلاق، إن ما عملتي طالق، إن كأنها يعني ما بلغت حد الإماء، ماشيين بهذه الطريقة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الله يحفظك، إني أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال شيخنا بارك الله فيك. انا عندي مبلغ من المال يعني بجمعه علشان اشتري بيت. طيب تمام، والمبلغ يعني بالغ للنصاب بس ما يملك ان انا اشتري بيت. لا عليه زكاة ما دام معك، بس يعني ما يملك اني اشتري يعني سعر البيت. يا اخي معك مبلغ 300,000 جنيه، 500,000 جنيه لا تكفي لشراء بيت، لكن معك بلغت النصاب وهي ما زالت في حوزتك، عليها زكاة. تمام شيخنا بارك الله فيك. بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا الأستاذ. تفضل. حكم شراء سلعة وتخزينها بغرض بيعها بسعر أعلى. حكم شراء سلعة. حكم شراء سلعة وتخزينها وبغرض بيعها في وقت آخر يعني بسعر جائز ما لم تصل إلى حد الاحتكار. يعني مثلا هل ستشتري 1,000 طن رز تخزنهم أو 100 طن أو مثلا شيء خفيف؟ أنا بسأل أيوة على ال ما لم تصل إلى حد الاحتكار جاز. لو ما صلش الاحتكار. نعم نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. احنا كان في بس استفسار، كان في استفسار بس بخصوص احنا قاعدين مقيمين خارج جمهورية مصر العربية، فعندي انا والاولاد اقامات، لان كفيل تبعهم وطلع لهم اقامات على كفالتي يعني. فالإقامات دي بيشترط فيها بيبقى فيها ضمان صحي. ها؟ التأمين الصحي بيبقى فيها تأمين صحي للإقامات وبعد. تمام، فهل في حرمانية في التأمين الصحي دوت؟ أنتم مضطرون إليها لعمل الإقامات. يعني هم في الوقت الحالي مش مقيمين إقامة دائمة معايا. إيه بس هو عموماً أنت في أي دولة حتى تستخرج الإقامة في كثير من الدول الآن يشترطون التأمين الطبي. مظبوط صحيح. خلاص مضطر لا اسم عليه. بس حتى لو هم مش مجبرين ان هم قاعدين معايا بصفه مستمره بيروحوا ويجوا عليا مثلا فترات معينه في السنه. هم مجبر، هم روح عليك ويجوا لكن يلزموا بالتامين الطبي حتى تخرج الاقامه. مظبوط. بس خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. يا شيخ حكم خلوة المرأة مع زوج بنتها. حكم ايه؟ حكم خلوة المرأة مع زوج بنتها. زوج بنتها؟ نعم. حلال اللي إذا كان ضرورة. ها؟ هو محرم لها على التأبيد. فالله قال في بيان المحرمات: وأمهات نسائكم. فأم زوجتك ما حرام عليك إلى الأبد، فيجوز إذن أن تراها وأن تسلم على تصافحها وأن تسافر معها، إلا إذا كان الشخص فاسقا وهي ضعيفة الدين أو ضعيفة الإيمان
نمنع للفساد، لكن الأصل الحلال. تمام يا شيخ، بارك الله فيك. فيك بارك الله فيك يا شيخ خان المنشاوي يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وإليك بمثل أخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد إذنك يا شيخ، كنت عايز أسألك في سؤال خاص يعني. اسأل. اتصلت على الخاص و طيب اما حاول الاتصال، عاود الاتصال مرة واثنين وثلاثة، الضغط أكثر مما تصور. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا أسماء الأم أسماء الأجاوي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى؟ أي نعم مصطفى. عبد الرحمن. لو سمحت يا شيخ. بعض الماء البارد. تحيات. لا تحيات. نعم. تحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. وعلينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عبده ورسوله. عبده ورسوله. اللهم صل على محمد، واللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شكرا لحضرتك جدا عم الشيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا تاجر أجهزة كهربائية. بارك الله لك. وبطلع أجهزة بالقسط. فبيجي يقول لي أنا حاخذ منك جهاز وأحسب لي جهاز، الجهاز ب 40,000 أو ب 50,000. يقول لي أنا حدفع النص كاش، النص مقدم، وعايز الباقي قسط. فأنا ببقى مجبر إن أنا أبيعه مثلا، أقول له أنا حاخذ منك 30% على باقي المبلغ. دي فيها حرمانية يا شيخ؟ فيها حرمانية كده. كده فيها حرام. لكن هون كل ما هنالك انك ممكن تعدل صيغه الاتفاق. تقول أيوة. انا ابيع يا ناس هذه السلعه نقدا ب1000. تمام. الى اجل الى اجل سنه ب2000. كده اجمالا لا باس. تمام. لكن ما افصلش بين اللي افصلش بيها يا شيخ. الطريقه التي ذكرتها خطا. ادخل في الربيع. اي تدخل في الربا. الربا مش الربا، الربا. فهمت كلامي؟ فهمت يا شيخ. يعني تقول له هذه السلعه انا ابيعها ب10. طيب شيخ، بيجي 20 الى سؤال ثاني. بيجي الزبون بيقول لي بعد ما يتفقوا انا وهو على البيعه بعد شهر. وعليك يا ربي وسلم يا محمد ابو بيه. السلام عليكم يا عم. الو السلام عليكم. مشروب بارد شويه عليك. ساعة الله خلاص تسلم ايديك. تفضل. معلش انا اللي كنت مع حضرتك دلوقتي بخصوص موضوع خلاص مش عايز حاجه لا اريد شيئا. تفضل. دلوقتي انا لو عندي امكانيه ان انا لو هلغي لهم الاقامات بتاعتهم وهلغي الضمان الصحي دوت واجيبهم زيارات، الزياره ما بيبقاش عليها اي ضمان صحي او شيء. ماشي ماشي. واحيانا بعض الدول بتفرض تامين على الزياره ايضا. بيتفرض تأمين على الزيارة؟ في في فعلا بيتفرض تأمين على الزيارة. وبعد السؤال ايه؟ بيبقى اختيار. ما السؤال؟ السؤال هل لو انا رجعت لهم الإقامات وجبت لهم زيارة فيها حرمانية كده ان انا سقطت الضمان الصحي؟ يعني انا تجنبت موضوع ان انا هم موافقون على ذلك ام غير موافقين؟ هم موافقين. خلاص لا بأس. لا بأس يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالكم يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. أحببناك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. آمين. المغالاة في تكاليف الزواج يا شيخ مصطفى. تزامه. فوق الطاقة. يعني والله أنا وغيري محتاجين كلمة عن المغالاة في التكاليف لدرجة والله ما انت ايضا تغالي في طلباتك في العروس. هل انت بتقنع بعروس عادية ولا تقول عايز عروس فرنساوي، طول فرنساوي، عود فرنساوي، سمبتيكو، مش عارف عينها خضرة وشعرها سايح؟ ما انت بتعقد ايضا، تيسير مطلوب من الجميع.
أي من الجميع. يعني انا لو عندي اولاد صبيان وبنات وحبيت اتجوزهم، انا احب اتجوزهم باقل تكاليف ممكن. طيب جزاك الله خير. طيب اعلن عن اسمك، الخطاب ياتونك الاخوه. انا مش خاطب، انا اب يا شيخ مصطفى، انا اب. من يقول لك الخطاب ياتونك لبناتك؟ انت تقول انت الرجل بتسهل صح؟ مستعان. سؤال اخر. ايوه نعم، نفسي اتوقع ان فساد كبير في البلد او في مصر يعني بسبب مغالاه. نعم نعم. اتوقع ان في فساد كبير في بلاد المسلمين بسبب المغالاه في تكاليف الزواج. طب ولا اسباب اخرى؟ طيب سؤال اخر يا شيخ مصطفى. ابني مخلص اولى جامعه ورايح سنه ثانيه، لسه له 4 سنوات. طيب. وعايز يخطب او يقرا فاتحه السنه الجايه. قلت له ترضى ان حد يخش على اختك البنت 4 سنين او 5 سنين؟ اعمل ايه وانا وهو ملتزم متدين؟ طيب عايز يقرا فاتحه. طيب يعقد، ايه المشكله انه يعقد؟ وانت بتدخل رجل متساهل انت ومش عايز عفش من الزوجه. صح كده؟ ولا تيجي ساعة ما تخصك هترجع ورا؟ لا يعني أنت الآن هتقنع أن أبو البنت يجيب لك مثلا سرير ودولاب وخلصنا الدور، ولا لازم تقول لي مش عارف نيش وأنتريه ومش عارف كده؟ والله يا شيخ مصطفى تلميذك عنده مبدأ يعني. أنا أسألك سؤال الآن سؤال. عند الجد هنفذ اللي قلت لحضرتك عليه. طيب كلم الناس هيجوا لك، ابنك سيجد عرايس كثير إن شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يكرمك. طيب. يدخل يعقد ويبني، مش يقدر يستطيع يشتغل لولد ولا عاله؟ لا والله عاله. عاله. في الجامعه يعني شهرين الاجازه. ومن الشباب اللي بيحضروا يعني كتاب ويمشوا صايعين ما لهمش شغله، ولا يشتغل ويكسب ويدرس؟ بيقعد يقرا كتب للشيخ مصطفى، بياخد دورات كورسات في الاجازه اللي هم شهرين الاجازه يعني. والله لو انت موسر زوجه. لا غير موسر والله. خلاص هو يشوف، قل له بالحسنى كده، انت يا ابني اذا تزوجت بنت الناس كيف ستعيشها؟ ما العمل الذي تعمله تطعم منه اهل بيتك؟ اذا سؤاله يوجه او لا يوجه. طيب صحيح، اذا احنا توقعنا ان هو بعد ال4 سنوات الدراسه اللي باقيين هيقدر ينفق عليها، يفتح بيت وينفق عليها. الان ليه ما يشتغلش؟ بيشتغل في كليه ايه يا اخي؟ في كليه هندسه. كلية هندسة، ما يستطيع يشتغل مع الكلية؟ بيطلب منه ان هو يشتغل مع الكلية ولكن خليه يشتغل. والله يا شيخ مصطفى انا مبدئي يعني ان الطالب دخل جامعة في هندسة او في غير هندسة، اذا يعني هيدخل جامعة يبقى يدرس كويس، يطلع مهندس متميز وليس ممتاز، متميز. والله يا اخي انا عايز يتفرع للدراسه ويقرا. اعفاف الشاب احسن من هذا، اعفاف الشاب افضل من هذا، ولا نزهده فيه. يتزوج يتعفف ويشتغل المشكله ويدرس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفنا لو سمحت؟ تفضل. رجل توفاه الله عن بارك الله فيك دكتور عمرو، عن زوجه وعنده ابناء من زوجه اخرى، فقبل ان يتوفى كتب البيت الذي يملكه لزوجته التي على ذمته. قبل من الزوجه الثانيه؟ من الزوجه الثانيه. فدلوقتي يعني اراد ان يتزوج زوجه ثانيه، زوجته الاولى قالت له اسمع انا شقيت معك اكتب لي البيت. لا 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 يا شيخنا، معذره. الرجل عنده زوجتين، عنده ابناء من الاولى تركهم بلا شيء. كتب للزوجه الثانيه البيت الذي يملكه بابنائها. فهو الرجل مات. فابناء الاب يسالون ما سبب ذلك؟ فهمني ما السبب. مفيش. ما السبب الذي من اجله حرم بعض الابناء وأمهم وكتب البيت لزوجة وأبنائها، ما السبب؟ لا لم يبلغني السبب. إذا ظلم، والله يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طب الأبناء بقى هل يردوا المرض؟ إذا تأكدنا أنه ظلم. نعم. وأيقنا أنه ظلم يصلحه ما أفسده أبوهم. طب إن لم يصلحه يأثموا؟ طبعا يأثموا. نعم جزاكم الله خير. أستاذ نعرف القضية عن قرب شوي.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سؤال شيخنا. اتفضل يا حبيبي. في تجارة العملة ما حكمها؟ جائزة إذا كانت يدا بيد، هاء وهاء، خذ وهات في نفس الوقت. قوانين الحكومة أنا لا أعرفها. هل الحكومة تمنع أو لا تمنع؟ أسأل الحكومة. لا لا يا شيخنا، عن طريق مثلا أنا عندي مبلغ بحوله عن طريق شخص بيحول لي الفلوس على فودافون كاش أو حساب بنكي، وبعدين أنا بعطيه العملة الثانية. لا، في حال البيع بيع العملة لازم يكون التقابض يدا بيد. النبي عليه السلام نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. بس ما فيش إمكانية إن احنا يكون في تقابض يعني. والله ما أعلم إلا لازم التقابض، يكون لك وكيل عنده. المسافة بعيدة مثلا يعني، هو بيوصل لتاجر. ويكون لك وكيل. يعني عن ما التحويل صار بالفعل، يعني هو حول وبعدين انا اعطيته العمله الثانيه. وانت بتعطيه يعني، كل واحد اخذ حقه يعني. ما خلاص انتهت القصه، لكن في مهوآت بيع العمله لازم يكون يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الحمد لله بخير. لو سمحت يا شيخنا، كنت عايز اسأل حضرتك. انا والدي كان بايع ارض، تمام، ب 400,000 لابن عمتي. والدك باع ارضا ب 400,000 لوالدك؟ لابن عم، لابن، لولاد عمتي. عفوا، لابن عمتك. وبعد؟ في شروط العقد ان هو دفع 300,000 لوالدي، تمام تمام، وتبقى 100,000 المفروض هيسدده بعد 3 شهور. ابن عمتك سيسدد لوالدك 100,000 بعد 3 اشهر. 300,000 وتبقى 100,000 المفروض هيسددوهم بعد 3 شهور. نعم. تأخروا على والدي حوالي سنة ونص وبهدلوه، يعني قعد يطالبهم بالفلوس وكده. ف يعني قالوا له لا احنا مش معانا دلوقتي، واحنا معلش ومش عارف ايه. فوالدي ربنا كرمنا الحمد لله، انا واخواتي يعني لمينا المبلغ 300,000 وحبينا نرجع الارض تاني. وقت ما حبينا نرجع الارض، اولاد عمتي قالوا خلاص خدوا ال 100,000 بتاعتكم، يعني موجوده معاهم. لكن هم ما ادوناش ال 100,000 في وقتها. والدي قال لهم لا خلاص احنا عايزين نرجع الارض، ناخدها، دي ارضنا وناخدها. فانا انا واخواتي احنا ثلاثه، انا دفعت 150,000 واخويا الكبير دفع 150,000 ورجعنا المبلغ لايه؟ لاولاد عمته، واخذنا الارض لان الارض لسه معانا، العقد معانا. وهم رضوا بذلك؟ نعم؟ رضوا بذلك؟ لا، لم يرضوا. هم اما جينا نرجع الارض وعملنا مجلس عرفي في البلد وكده، وخلاص الناس حكمت ان المفروض انتوا تدفعوا شرط جزائي لانكم اخليتوا بالعقد اصلا. المشكله انا السؤال بس حضرتك، طبعا لي مؤاخذات على هذا التصرف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بعد اذنك يا شيخنا، انا والدتي توفت، وكانت قبل ما تتوفى مقسمه علينا مبلغ من فلوسها على احنا 4 بنات. هي ما قسمتش كل فلوسها، بس قسمت المبلغ معظمه، واحنا خالي المفروض هيورث معانا. فهل احنا كده علينا شيء، او هي عليها شيء ان هي مثلا قسمت الفلوس كلها او معظمها علينا؟ عفوا، الفلوس هذه تشكل كم من تركة الام رحمة الله عليها؟ يعني يعتبر تقريبا لو الفلوس هي 500، هي قسمت 400. قسمت كم؟ 400,000 تقريبا. لها مبنى، لها شقة، لها غير ذلك.
لا يعني كل اللي تملكه 400,000 في حياتها الدنيا قسمت 400,000 كل ما تملكه 500,000 في حياتها الدنيا قسمت 400,000 بين بناتها. تمام. هل في سبب لذلك؟ يعني علشان احنا بنات فيعني خافت علينا وكده. يعني قالت كل واحدة يا بنتي 100,000 تجهز نفسها بها. فادت لكل واحدة مننا الفلوس يعني قبل ما تتوفى بحوالي 3 شهور او كده. كانت مريضة؟ كانت مريضة وادت لكل واحدة مننا الفلوس وقامت شايلة من نفسها الجزء ده، قالت لو احتاجته في مرضي، وقالت والباقي الفلوس للعلة المذكورة وانها لم تعطي ذلك تهربا من إرث والاحتياج بناتها صنعت ذلك في الأموال، لا بأس بذلك. طيب لو إله يعني لو مثلا لو ده ممكن يكون فيها حاجة علشان خالي مثلا ما يورث، هل فيها حاجة عليها والأحسن إحنا ستعامل بنياتها إذا كده يعني لأن هي هبة في الحياة الدنيا من أم لبناتها من أجل الزواج. لا احنا متزوجات بس هي خايفه يعني عشان ظروف لو على الطلاق وكده. لو انتن تورعتن العمليه ما فرقتش كتير في وصل الرحم، في سبيل وصل الرحم، يعني اذا لم تفعل امك هذا وتركت ما تركت 500,000 جنيه. تمام. انت الان اخذتم 400,000، هي تركت 500,000، انتن لكن الثلثان. يعني تعرف ليك كم انت واخواتك؟ 33,500 عفوا تقريبا. 33,000 و 34,000 فرقت كام يا اختي؟ فرقت 600 عن ال 400 التي اعطتكم. 400 على 600 على 100 كل واحده يعني شيء خفيف يعني. انا انصح بوصل الرحم افضل، خليك فقير. لا. طب خليك يطالب بحاجة الآن؟ لا حتى الآن لا. لكن أمك ماتت ولا عايشة؟ لسه توفت من يومين. ما في مشكلة إن شاء الله، وإذا طيبت خاطر عمك إن كان فقيرا بشيء، لكن هو سيرث في المئة. سيرث في المئة، سيرث الثلث. ما احنا عارفين بس احنا بنقول عشان ما يبقاش حرام عليها مثلا ان هي قسمت قبل ما تتوفى. الله اعلم بنيتها. السلام عليكم. السلام عليكم. يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحب الفضيل. اتفضل. حبيت. الحمد لله. لو سمحت حضرتك بسأل عن فضائل يعني صحيح ما ورد في فضائل الصحابي الجليل سعد بن معاذ انه اهتز له العرش. نعم. اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. نعم. طيب هذه أكبر فضيلة في من فضائله. نعم. وشيعه 70,000 ملك و... لا كل لو نجا منها أحد لنجا منها. لا ضمة القبر حديثها ضعيف في شأن سعد بن معاذ. نعم. طب لو تكرمت حضرتك يعني ما العمل الذي تميز به عن بقية الصحابة رضوان الله عليهم؟ سعد من السابقين من أهل المدينة. نعم. من أهل المدينة من السابقين في الدعوة إلى الله، كان على ما يذكر في كتب السير مع مصعب بن عمير رضي الله عنه وأسعد بن زرارة. نعم. قبل بلاء حسنا، يكفي أنه قتل شهيدا في الخندق. نعم. وحكم حكما أقره الله عليه من فوق 7 سماوات. السلام عليكم. ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا جزاك الله لدي سؤال. ثلاث شركاء
المبدأ الأساسي للتعامل بينهما هو الثقة. يملكون محلات مختلفة، كل يدير محلا، كل الأرباح والخسائر يقتسمونها. لكن إنسان وقع له خطأ في المعاملة، يعني تم النصب عليه وباع منه مبلغ مهم من المال، هذا المبلغ اللي باع منه من المال هو يخص بقية الأفراد، لكن هو الذي ارتكب هذا الخطأ، هل عليه أن يرد هذا المبلغ أم ماذا يفعل؟ عفوا، يعني نشأ تقصير منه متعمد؟ لا، ليس متعمدا، لكن إهمال واضح، تم النصب عليه. تم النصب عليه، وإخوانه يقولون أنه كذلك تم النصب عليها، وأنهم يقولون هو لهم رأي آخر. قضية تسمع من الأطراف يا أخوة مثل هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. عزيزك عم الشيخ، ما الدليل على أن ترك الصلاة كافر كفر دون كفر؟ قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طب بس نبل عليه صلوات، هل حديث خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فكونه دخل تحت المشيئة خرج من دائرة الشرك. جزاك الله خير. السنة اللي من عليه صلوات عم الشيخ، السنة اللي من عليه صلوات، السنن لمن عليه صلوات، يعني يصلي ما عليه افضل له. الاحتكار باي، يعني انت حضرتك قلت الاحتكار يعني لحد معين، يعني ايوه طبعا لحد معين على حسب الحال. وحد الاحتكار يعني ما له حد، حد الاحتكار ان يضر بالناس، يحبس السلع عن الناس وهم في احتياج اليها فيضر بهم حتى يرفع السعر. دلوقتي واحد زارع زرع والخارج بتاع الارض تركه لكي لا لا ده مش احتكار، لا لا احتكار مثلا واحد عنده فدان رز والفدان انتج له مثلا 3 طن 4 طن رز واحتفظ بها لنفسه او ليبيعها في وقت الاحتياج اليها لا اشكال، لكن الكلام ما مثلا واحد اشترى 1000 طن رز او 500 طن رز والناس في حاجة إليها، أو 100 طن رز وحبسها عن الناس والناس في حاجة إليها، هذا المحتكر. جزاك الله خير. متى يتم إجمال أحاديث حضرتك صحتها يعني؟ والله ماشي، ادعوا لنا ربنا يسهل لنا يا رب. لا أحب أن أقول حضرتك يعني طلع إن شاء الله بإذن الله، ما في عليك مشكلة، الله يسلمك. السلام عليكم. شيخي كما قلت لك جزاك الله خير على سؤالك، ما هو الإجابة؟ قلت لك هذه قضية تسمع من الأطراف كلهم، عليه أن يبلغ أصحابه بهذه، يبلغ أصحابه بالذي تم إذا كان المبلغ كبيرا أو إذا كان سيتحمله هو لا يبلغهم. وجزاك الله خيرا يا شيخ إيهاب عقلان. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، عندي بس سؤالين. اسأل. الأول بخصوص كان في أخويا عنده اتنصب عليه في مبلغ كبير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، اللي كنت بكلم حضرتك بخصوص الأرض اللي احنا رجعناها من ولاد عمتي، عشان عايز أسأل حضرتك بس السؤال. أنا متحفظ على هذا القضاء الذي قضيتم به على ابن عمتكم، لي حكم آخر فيها. يعني الحكم غلط يا شيخنا ان احنا رجعنا الأرض بتاعتنا؟ طبعا، لأنك استفدتم بال200,000 مدة زمنية طويلة. طيب ما هو يعني كان الأصح كده من وجهة نظري والله أعلم، هو تأخر عن سداد 100,000. تمام، يخصم بثمن 100,000 أرض، افترضنا 10 قراريط مثلا أو 9 قراريط 300,000 جنيه،
هم دفعوا 200 ياخذون ستة قراريط ويرجع الباقي. هذا تصوري للحكم، لانك استفدتم عطلتم لهم ال 200 الف جنيه وهم ما يملكون لكم شيئا. انت الورق معكم ما زال. هو الشرط الجزائي في العقد كان ان هم يدفعوا 100,000 جنيه لو هم اتاخروا عن السداد. يعني في شرط جزائي كان محطوط في العقد ان هم يدفعوا 100,000 جنيه لو هم اتاخروا عن السداد. هم اتاخروا عن السداد مده معينه ولا مفتوحه؟ كان 3 شهور في العقد مكتوب 3 شهور، هم اتاخروا سنه ونص. طب ما تاخدوا الشرط الجزائي وتسيبوا لهم الباقي. ما هو والدي قال انا مش عايز الشرط الجزائي، ما تعمل قاعده. لا 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 انا مش عايز الشرط الجزائي، انا عايز الارض. لا لا الشرط الجزائي يسري. هو رجع لهم 300,000 اللي هم ظلمهم. يا اخي ابوك ظلمهم يا اخي، قيمه الفلوس قلت وعقد البيع تم. قلنا لكم انتم تريدون حكمي في المساله. تمام. العيال الاولاد ولاد عمتك اشتروا 9 قراريط 300,000 جنيه، سلموا 200,000 واجلوا ال 100,000 ولم يفوا بالسداد، ياخذوا بال 200,000 التي دفعوها. تمام، يعني كده المفروض البيعه ترجع لهم. عاوز هتمضوا الشرط الجزائي، يلزموا بالشرط الجزائي بس. ما القاعده العرفيه اللي كانت معقول كان موجود فيها شيخ البلد يعني. انا ماله مال شيخ البلد، الله يسلمك. السلام عليكم. شيخ البلد. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا سيدنا؟ الحمد لله حالي طيب من فضل الله، في نعم نتقلب في نعم الله. والله الله يبارك في عمرك وينفعنا بعلمك يا رب واياكم. كان في عايز اسال عن سؤالين. تارك الصلاه واحد مثلا هو شغال في محل وجنبه مسجد، فساعات بيسيب فرض وساعات بيصلي فرض، بس بيسيبه مثلا بيسيبه بيكون تعبان شويه فبيقعد جنب المحل فما بدأش يصلي. مثلا يعني يصلي تبع الجماعه امام المحل؟ لا، المحل جنبه مسجد. أيوة. بالنسبة بتصلي جماعة عادي جدا. ايوه. فهو مثلا فرد بيكون تعبان، يعني عنده مرض تعب في الشغل، فبيريح ما يصليش الفرد ده. مثلا شاف الفرد اللي بعده يعني ايه؟ يعني ما صلوش اصلا ولا بيصليه في مكانه ولا بيعمل ايه قدامه؟ لا لا لا، هو يعني ايه صلى وصلى لا كده مثلا. ما صلوش يعني يترك الصلاة خالص؟ نعم؟ لا مش بتركها خالص، لا لا بيصلي، بس هو مثلا يعني يترك هذه الفريضة بالكلية ولا يأخرها شوية ولا ايه؟ فهمني. مش بالكلية، لا مش بالكلية. يعني يصليها في وقت متأخر عن موعد الصلاة. لو صلى مثلا الظهر والمغرب ممكن يجي بالليل يصلي العصر والعشاء في البيت بعد ما يخلص شغل. العصر والعشاء في البيت. يعني هو مرتكب كبيرة عظيمة. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الذي تفوته صلاة العصر كأنه موتر أهله وماله. مش العصر بس يا سيدنا، يعني مثلا أي فرد. يا أخي بيأخر الصلاة حتى يخرج وقتها. نعم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يتركونها حتى يخرج وقتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود والله ما تركوها حتى إنما تركوها حتى خرج وقتها. نعم. لو تكسلا. تكاسل ما قلناش كافر، مرتكب كبيرة. ويل للمصلين. نعم. هم نعم. أصلا إيه؟ مصلون صح؟ نعم. وهي أكمل الصورة، أكملها. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني هم مصلون. نعم. لكن عن صلاتهم ساهون. نعم. يسهون يتركونها حتى يخرج وقتها. وما معنى الويل؟ وادي في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار على قول. وعلى القول الآخر الويل وعيد شديد وتهديد أكيد من رب العالمين لمن يتخلف عن الصلاة حتى يخرج وقتها. لا. انتبهوا يا إخوة. أنس يقول والله إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الفاضل اتفضل. الله يحفظكم. كيف حالك؟ حالي طيب ولله الحمد والشكر. انا اديك الصحه والسلامه شيخنا. الله يا رب وياك. سؤالا بس كيف شيخنا؟ بالله عليك سل. يا استاذ
تفسير قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. الله يا شيخنا يحفظونه من امر الله. طب يحفظ التفسير وانا بالله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أنت تعرف أن حروف الجر تتناوب. تمام. فاسأل به خبيرا فاسأل عنه خبيرا. تمام. لأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل. فالباء هنا من هنا بمعنى الباء، يحفظونه من أمر الله بأمر الله. وهذا كما قال عدد من العلماء، وقيل حفظهم له من أمر الله، يعني أمر الله أن يحفظوا أن يحفظوهم. فهمت الكلام؟ يعني الوجه الأول يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. فهم الكلام؟ والوجه الثاني حفظهم له، هذا من أمر الله، أمرهم الله أن يحفظوه. وحتى تفهم الآية لإفادة الناس، له لمن؟ له قيل لابن آدم وقيل لله. له لله معقبات، معقبات ملائكة يحفظونك يا ابن آدم من أمامك ومن خلفك بأمر ربهم. والمحفوظ من حفظه الله. تمام. واحد أرادك بسوء رماك بحجر، تدخلت الملائكة وحفظتك. تمام. تمشي بسيارة جاء شخص يصدمك، تدخلت الملائكة المعقبات لحفظك. الله أكبر. أما إذا أراد الله بك سوءا تنحت ونفذ فيك أمر الله. فهمت؟ هذا الوجه الأول. تمام. فالحفظ بأمر الله. تمام. أصبر. الوجه الثاني للرئيس من رؤساء الدنيا أو للملك من ملوك الدنيا، حرس مجهز الرئيس، الرئيس مجهز حرس من الأمام، أو الملك حرس من الأمام وحرس من الخلف وحرس عن اليمين والشمال. لكن إذا جاء أمر الله ما نفع هذا الحرس، بل قتله الحرس نفسه إذا أراد الله ذلك. فهمت؟ تمام شيخ. أما تمام الآية، لأن الناس يفهمونها على غير معناها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال العلماء لا يغير الله نعمه عليك إلى نقم إلا إذا غيرت حالك من طاعة إلى معصية. الله. هذا في التقعيد الغالب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له. فإن هتجيبك مصيبة أنت متسبب فيها. ماشي. هذا على أحد الأقوال. وأما إذا اعترض معترض يقول واحد طيب بتصيب ومصاب رفعت الدرجات مستثناء. تفضل. لك سؤال آخر يا فتى. السؤال الثاني، سل في قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة. أيوة. تفسير يا شيخ لفظ أزواج أصناف، أزواج أصناف، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أصنافا منهم، أزواج أصناف. فأصحاب الميمنة صنف، أصحاب المشأمة صنف، السابقون السابقون صنف. تمام. مع السلامة يا حبيبي. لا خير، من جزاك الله خير. شيخ أنت أين تدرس؟ نعم. أين تدرس؟ ندرس في مركز اسم مركز شيخ المعصراوي عندنا في فلطين. عندنا ولا عندنا؟ عندنا. عندنا. أحسنت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الشيخ. تفضل يا حبيبي. معلش سامحني إذا تكرمت عند الدكتور. استفسر.
عندي استفسار يا كرم سامش. عندي امي ذات طباع. هي عندك امك ايه؟ امي طباعها شديده شويه. امك طباعها شديده؟ نعم. في بعض الاوقات تعمل بعض الذنوب. بعد وفاه والدي بقت لوحدها شويه، ففي بعض الاوقات مثلا يعني لو عرفت مشكله عندي في بيت حد من اخواتي او كده ممكن تنشر المشكله دي مع اصحابها، تقول لهم ان ابني بيعمل كذا او مرات. يعني امك تفشي سرك وتشكوك للخلق. نعم بالضبط. وبعد انا بره مصر يعني خارج مصر. عملت لها زياره واخواتي يعني كلهم اشتكينا من بعض الطباع اللي في امي اللي هي يعني متفقون على امكم لا تشكر نعما وتطعن فيكم. يعني بعض الذنوب تقوم ببعض الذنوب يعني زي الغيبه او النميمه او كده، او يعني تتكلم علينا كتير يعني. ماشي وبعدين؟ معنا فانا اكبر واحد في اخواتي. امي جت زياره في البلد اللي احنا فيها هنا. انت جالس تشهر بامك الان وتفضحها. نعم. على الملأ يا مسلم. خلي امك تكلم فيك شوي، مهما اتكلمت مش هتوصل للمستوى الذي وصلت اليه بالكلام عنها امام الناس الان. نعم وبعد؟ ما حدش يعرف اسمي انا او يعرف انا بس. الناس تعرفك، ما حد جلس يتكلم في امي نمامه، امي مغتاباني، امي لا تشكر. ماشي اختصر الكلام اوجز. فانا تكلمت. انت اختصصت من امك باضعاف الاضعاف. هي بتكلم واحد اثنين، انت بتكلم على امك على الملأ. ماشي. طيب انا اسال طب كيف اسال طيب يا شيخ؟ اسال الخاص، بتكلم في امك في اخيك في زوجتك اسال الخاص. انما تصل امي نمامه، امي مغتابه، امي كذا، امي كذا. طيب انت بتشير، انت خدت حقك ثلث وامتلت. قول ان هي بتعمل ذنب يعني. طيب ماشي كلمنا على الخاص. امرأة تفعل كذا كذا. ما الرأي في امرأة تفعل مع أولادها كذا كذا؟ تعريض. السلام عليكم. فهمت يا عبد الرحمن؟ إياك أن تتكلم عن أمك يا عبد الرحمن بهذه الطريقة. احذر، أمك طيبة الحمد لله. حتى لو تكلمت عليك لا تكلم عليها. الحمد لله أمك لسانها عفيف. السلام عليكم. شيخ مصطفى. تفضل. الحمد لله. تفضل. انا عندي سؤال بس يا شيخ لو سمحت. اتفضل. عندي مصنع ادوات منزليه، مصنع صغير يعني الادوات المنزليه. ماشي. انا اللي بيشتري مني كاش بعمل له خصم. لا باس. الاجل بديله السعر العادي. لا باس. علشان طبعا سعر الخامات مضطرب. لا باس. لا باس. إيه؟ والسؤال؟ فالسؤال ففي حد يعني صديقي تاجر بيقول لي كده حرام يعني. لا ليس بحرام، ولا انت تاجر مش مفتي خلاص. أحل الله البيع. نعم. أحل الله البيعان بالخيار. خلاص؟ قل له يا صاحبي يا تاجر خليك تاجر. حرام ليه؟ بسأله حرام ليه؟ بس هو أما أنا سألته قال لي كده يعني نوع من أنواع الربا. هو مش مصري، هو يعني تاجر يعيش في بلد ثانية مش عارف ظروف بلدنا. لا 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 ليس بربا ولا حاجة، ربا قرض. ما أنت ما قرضت أحد. أنت عندك سلعة تقول يا ناس هذه سلعتي. بعشرة نقدا بعشرين لأجل أنا حر. حل الله البيع. سلام. شكرا عيش عرف. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ طيب ولله الحمد دايما. في اخ لينا مسافر. لنا مش لينا، اخ لنا. اخ لنا مسافر بره مصر. وموكل اخوه ان هو يطلع زكاة المال. ايوه. ليه أخت مطلقة؟ له. له أخت مطلقة. بس يعني الأخت ديت يعني طلاقها ما كانش له ضرورة وهي أصرت على ذلك ودخلت في مشاكل مع إخواتها وثبتهم لحد ما مشيت في إجراءات الطلاق عن طريق المحكمة. يعني فتاة امرأة طلقت من زوجها، أهلها ليسوا بموافقين لكن هي قالت الطلاق أحب إلي وطلقت، واخوك له زكاة مال، يسأل عن اعطائها من زكاة المال؟ هو رافض ده، وانا المسؤول يعني الشخص ده مسؤول موكل اخوه ان هو يدفع الزكاة. هي فقيرة المرأة اختكم؟
هي فقيرة. فقيرة. وأنتم تريدونها أن تبقى مع الزوج وهي لا تريد الزوج. وأصرت على أنتم ظلمتموها، هي لا تريد خلاص. ما فيش أي مشكلة. لكن أنتم تريدون لها أن تبقى مع الزوج رغما عنها، وهي اختصمت وزعت لكم وغضبت منكم، وأنتم الآن خلاص آل الأمر لأنها رفعت قضية وطلقت. المهم لا تكون ظالمة بس أن تدعى عليه ادعاءات غلط، لكنها الآن طلقت وفقيرة. هي مصرف للزكاة، تستحق الزكاة. يعني أخوك اللي في الخارج يقول إما أنك ترجع لزوجك، ترجع لزوجك أو لن نعطيها من الزكاة. الله يغنيها من فضل يا أخي. لا لا لا، هي خلاص طلقت. بس أنا سؤالي هو حاليا علشان في أي هو وكلك قال لك لا تعطي أختنا. أختنا تمام. المال ليس ماله، مال الزكاة ليس له، مال الزكاة حق للفقراء تمام. فأنت الذي تراه صالح أمامك تعطيه منه. تمام. أنت فهمت يعني المال الآن، مال الزكاة هذا ليس ملكا لأخيك الآن، خرج من حوزة أخيك، هو حق للفقراء، فأنت تشوف الفقراء الأحوج. تمام يا شيخ مصطفى. إذا كانت أختكم أحوج فلحمكم ودمكم. تمام. الله يسلم. بارك الله فيك يا حمودة بن يحيى. ما زالوا يا حمودة، اسمح لي حمودة يا حمادة. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. تفضل. بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخ انا عندي الحل. تمام. بشتغل فودافون كاش. ماشي. تمام. بتعامل مع واحد تاجر مواد غذائيه يعني. تمام. فبحول له مثلا رصيد. تمام. بمبلغ مثلا معين. تمام. كله تمام. تمام يعني خلاص. المهم ماشي يا شيخ. بقول يعني بحصل منه فلوس اخر اسبوع، باخد على الفلوس دي عموله. عمولة إرسال ولا عمولة تأخير؟ لا مش تأخير، ده عمولة إرسال. وهو أنا حتى كلمته على حتة إن أنا أنت بتديني العمولة دي على أساس إيه؟ قال أنا بديها لي، بديها لك الحاجة دي أنا شغال بيها يعني الحاجة. صبرا صبرا صبرا. فبديك أنت عمولة معايا كأنك أنت شغال معايا. لا يا حبيبي اصبر. لما واحد يقول لك خد أرسل لي الألف جنيه لفلان، بتاخد عمولة كم؟ 10 جنيه. 10 جنيه. هذا الرجل بيعطيك عمولة كم؟ 10 جنيه برضه على الألف. ما فيش أكثر من كده. لا. يعني عمولة إرسال كده خلاص، ما فيش فلوس نتجت نتيجة التأخير الزمني. لا لا، ده هو حتى لو أعطاني فلوس زيادة بيقول لي دي لأولادك مش ليك. لا لا يا حبيبي. أنا بنية إن دي لأولادك. لا يا حبيبي، ده يحتل عليك ويأكلك الربا. لا لا، لأولادك إيه بس؟ هو بيحب أولادك ليه؟ احبهم ليه يعني؟ اعرفكش ما يعرفهمش اصلا. لا لا، ده يعتبر احنا يعني نعرف ان يعتبر اصحاب اخوات يعني. اصحاب اخوات بعد كده يديلك الفلوس بدون ما ترسل. ايه اوعى تاخد منه لاولادك، ده الله يقنع اولادك بالحلال. تطعم اولادك وزوجتك من الحلال الطيب. يعني حتى لو اتفقت خد فقط قيمة العمولة كما تعطي غيره. بس كده فهمت الكلام؟ جزاك الله خير يا رانيا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يزيد فضلك يا شيخنا. ماذا عندك؟ بركات. الحمد لله. بس أريد أسأل، رجل يعمل بالخارج. رجل يعمل بالخارج. والدولة التي يعمل بها تريد أن تسيطر على الدولار. الدولة التي يعمل بها تريد أن تسيطر على الدولار. طيب. لما بيروح البنك بيروح بالعملة بتاعت الدولة. ايوه ماشي. يحولها مثلا، ما بيحولها مثلا لمصر بيحولها دولار. طيب ماشي. في السعودية بيحول الريال لدولار، او في الامارات بيحول الدرهم لدولار. ها وبعد ايه؟ هل علي شيء؟ البنك يعني؟ انا علي شيء؟ انت بتعمل ايه؟ ايه عملك انت؟ ما عملك؟
ما عليه شيء. ما عملك؟ لا انا ما فهمت سؤالك، ما عملك؟ يعني انا دلوقتي بروح ببعد بالعملة بتاع الدولة. يعني انت تشتغل عامل في الخارج. ايه. وبعدين تريد تبعت لامك 100، تبعت لها 1000 جنيه مثلا. فبتروح تسلم تسلم المتريال للبنك، البنك بيحولها لدولارات، يحولهم دولار ويبعتها لامك. اه صح، ما في مشكله، وكيل. أيوة. البنك وكيل. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم، بارك الله فيك يا مها بنت حمدي دياب. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخنا الحمد لله. سؤال بس يا شيخنا بعد اذن حضرتك. اسال. الله يبارك في عمرك يا رب. بقول لك معانا محل انا واخواتي. تمام تمام. ومعايا اخ كبير ياما تعب وكده، تعب، وكنت بقول له الحاجه لحد البيت وقلت له مصروفه لحد البيت. الله يجزيك كل خير، ولا تمن على اخيك ولا تمنن تستكثر. هو طبعا يمنعه في البيت يا عم الشيخ، ما يرضى لا يعبرني حتى بجنيه، ومعايا عيال زي زيه لا يعبرني بجنيه. شو فقير؟ لا هو كويس يعني، حالته زينا زي بعضينا يعني. ايوه والله يا اخي اسمع حديث حضرتك. فهو طبعا ايه، اسمع حديث النبي محمد. انت عبان وكده. اسمع حديث أبقى. النبي محمد لعلك تهدأ. جاء رجل صلى الله عليه وسلم، فيعني هو ايه لما كان تعبان خف وبقى كويس ورجع المحل، لما راح لواحد ساحر وكده، ولما يشك فيه يا شيخ ينفع؟ ده ما ينفعش يشك فيه. لما يشك فيه ويقول للراجل الشيخ انت الكلب يشتغل عليك انت. طب انا راجل لله الحمد، انا بصلي وقت بوقت وبصلي. يعني بيتهمك انك تسحر لهم. اه يقول لي هو شغال عليك انت. يعني ايه يعني؟ هيسهرك يعني ولا يشغل عليك انت ياخد فلوسك؟ شغال علي انا يعني هو بيسحر المكان عليك انت، ان هو بيضر المكان بسببك انت. اه يعني خايف. الله، وانت عملت ايه طيب؟ فطبعا انا ماليش علاقه بيه. انا ماليش علاقه بيه. المهم ما السؤال يا حبيبي؟ هو طبعا يعني ينفع يعني. قال رجل لرسول الله عليه الصلاه والسلام: ان لي رحما اصل ويقطعوني، عفو ويسيئون، أعطي ويمنعون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وكأنما تسفهم المل. يعني استمر وربنا مش هيضيعك، بل ربنا معك يعينك. بارك الله على كل حال يا شيخ. الحمد لله على كل حال. الواحد اللي فيه على قد كده، ما الدنيا بتتعب الواحد، بس الواحد بيقول الحمد لله. انت شريك لاخيك؟ انا شريك معاه في المحل، بس هو ما برضاش يديني زي ما انا بديه. طب انا انصحك نصيحه بقى، لان يعني انتم مرتاحين مع بعض في الشراكه ولا ايه؟ لا بصراحه انا مش مرتاح معاه يا شيخ. خلاص افصلوا عن بعض بالحسن بس. لا ما هو افصلوا بالحسن يعني المصلحه بتاعتنا مع بعضنا، اقول لابوك ما عملها لكش. ما تفصلوا خلاص. السلام عليكم. كم صار يا عبد الرحمن؟ بهذا القدر اجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لانعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن. لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من البخل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، اللهم إنا نعوذ بك من البخل. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. يا رب العالمين يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.